تطورات الوضعية الجوية تنضم إلي الآن أمينة صحراوي حتى تقدم تفاصيل أو فعن هذه الوضعية التي ستبدأ من منتصف نهار اليوم. صباحك سعيد أمينة صحراوي، لك الخط. صباحك أسعد هاجر ليكم كم نشوفوا في قناة النهار. أكيد الحديث عن الاضطراب الجوي المرتقب ابتداء من ظهيرة اليوم على المناطق الشمالية الغربية وكذلك الوسطى، بعد يلتحق إلى المناطق الشرقية. حتكون في إن شاء الله أمطار غزيرة بكل من سيدي بلعباس، وهران، كذلك شلف، وتسمسيل، عين دفلة، كذلك عين تموشنت، كذلك على الجزائر العاصمة تيبازا، البليدة، بومرداس، المدية، وتيزي وزو، البويرة. إن شاء الله تكون فيها أمطار معتبرة خلال بدءا من ظهيرة اليوم على الساعة 3 زوالا. الإشارة أيضا إلى الرياح القوية المرتقبة خاصة على المناطق الغربية وين حتفوت 60 كيلومتر في الساعة، أما على المناطق الوسطى تاني كيف الرياح تاني حتقدر تلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة، كذلك بالمناطق الشرقية رياح من ضعيفة إلى معتدلة. راح يكون فيه تطاير للرمال بمنطقة بشار، كذلك بشمال الصحراء على جوايه غردايا نتيجة الرياح تقدر تلحق حتى 50 كيلومتر في الساعة. أيضا لمحبي الثلوج حتكون في أيضا تساقط للثلوج بالمرتفعات الغربية اللي فوق العلو تاعها عن 1100 متر. أجواء حتكون باردة، لبسوا مليح وكلوا مليح وهكذا باش تحافظوا على صحتكم في هذه الأجواء الباردة. يوم الجمعة ثاني حتكون فيه دائما أجواء ماطرة وكذلك أجواء باردة. تحسن ان شاء الله مرتقب يوم السبت. اكيد تفاصيل هاجر حنشوفوها في نشراتنا الجويه لاحقا. عودا لك اكيد من الصحراوي. هذه الوضعيه الجويه كذلك اثرت على قطاع النقل، لانه اشرنا الى الغاء عدد من الرحلات لانه هذا الاضطراب الجوي، اذا توافقين رايي ان الصحراوي مس كذلك منطقه البحر الابيض المتوسطه وجاء من اوروبا ومن بريطانيا تقريبا. صحيح، هو خاصة لما يكون فيه ضباب هو ما يعرقل حركة السير وحركة سواء في نعم تفضلي هاجر. أنا أسمعك جيدا، قلت بما يتعلق بالضباب لأنك هنا شرحت الجزئية المتعلقة بإلغاء بعض الرحلات، هذه الرحلات هي رحلات البحرية تقريبا، أشرت إلى نقطة الضباب مهمة جدا. واصلي أمينة. صحيح، الضباب يرجى اخذ الحيطه والحذاء لانه كيكون ضباب تكون فيه خطوره في سواء في البر ام في الجو. اذا هاجر الضباب حاليا اليوم ما كاش ضباب، ممكن يكون فيه خلال الايام المقبله. كان هذا فيما يخص الوضعيه الجويه. هاجر اذا كان عندك سؤال تفضلي. جزيل الشكر لك يا امينه صحراوي على هذه المداخله، ستكون لكم متابعه طبعا لهذه الوضعيه على مدار اليوم. شكرا لك، كنت معنا على المباشر.